إذن هيبة الدولة على المحك وسيطرة الحكومة على الوضع أمام امتحان، والسبب هو تكرار استهداف المصالح الأجنبية بالعراق. طريقة التظاهر بالكرادة قانونياً أنا ما أتفق وياها، يعني خلينا نكون حتى صادق وياك وصريح، هاي نقطة مهمة جداً. كان من المفترض ناخذ غير طريقة، إذا فعلاً عندنا إحنا اعتراض على المصالح الأمريكية فعندنا طرق حضارية، طرق نستطيع من خلالها ما ننطي مجال للإعلام الأصفر أن يستغل هذه الهجمة البريئة. الفصائل ولا الأحزاب السياسية هي جزء من منظومة الدولة العراقية، واللي يقول هاي الفصائل ما عندها مصالح ويا الحكومة العراقية أنا أقول كاذب وكلامه غير منطقي. مو هذا، لكن هل هذا عيب؟ أنا أعتقد إذا كانت وفق الطرق القانونية، وفق الطرق الدستورية، وفق الطرق المشروعة، فين الضير بالموضوع؟ زين انت ليش تخلي نفسك بهالحاله هاي؟ هذا من اللي دا يعبث دا يخترق قرارك السياسي، دا يخترق مؤسساتك الى درجه يصدر اوامر بالشارع. طيب. ويتخطى الاجراءات ويدز ربعي يضربون. طيب ما تهان الدوله والمؤسسه والقانون. العله مو بالعراق استاذ عدلان، العله مو بالعراق. طيب العله بالنظام السياسي والمحاصصه. بس خلي اسال، اللي بالحقيقه لا تاتي بشخص في المنظومه السياسيه الا وهو داجل للاحزاب. دكتور عبد الجبار، واحد عندنا جريء يوقف بوجه الأحزاب.